أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام، وإلى ساداتنا في الطريقة النقشبندية العالية، خاصة إلى حضرة مولانا محمد ناصر القدوس الحق النقشبند، وإلى من نحن في حضرتهم وفي رحابهم، وسائر ساداتنا والصديقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نظير له، ولا مثيل له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله، الذي أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده، خصوصا منه على الأئمة خلفاء رسول الله على التحقيق، أمراء المؤمنين حضرات أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي القدر الجلي
وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أيها المؤمنون الحاضرون، اتقوا الله وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، صدق الله فيما قال وكما قال. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام، كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الحمد لله حمد الكاملين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن شرف سطيه، فقال عز وجل من قائلا مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، إن همته عن دار الجحيم، مفخر العرب والعجم، مولانا ومولى العالمين المحترمين سيدنا أبي القاسم محمد، يا أيها المحتاجون شفاعته صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن أباك الخلفاء حضرات أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصدق والوفاء والأنصار والمهاجرين والتابعين إلى يوم الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واتكلم الحق والدين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم هيئ للأمة ما اهتديتها إلى صراطك المستقيم. اللهم ربنا اغفر لنا المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. واكتب الصحة والسلامة والعفو والعافية علينا وعلى الحجاج والزوار والغزاة والمجاهدين والمقيمين والمسافرين في البلد وبحرك وجوبك من أمة محمد أجمعين، وسلام المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله.